السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surat Al-Maidah ayat 42 juz yang ke-6 ke surat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sam'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Hasbuk. Soalan yang kedua dari surat At-Taubah ayat 73 juz yang ke-10 muka surat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sila sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ومنهم من عاهد الله لئن آتى وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين. من الصالحين. لنكونن من ولنكونن من الصالحين. ولنكونن من الصالحين. فلما
ما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. حسبك. Soalan yang ketiga dari surat Al-Kahf ayat 43 juz yang ke-15 muka surat 298. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntashira. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حسبك. Soalan yang keempat dari surah An-Naml ayat 45 juz yang ke-19 muka surat 381. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an ya'budullah. An ya'budullah fa idza hum fariqan yahtasimun. Sila sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن
إِنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته